وفي تصريح خاص لمركز الأخبار، تقدم سعادة العميد الركن حمد بن خليفة النعيمي نائب قائد الحرس الملكي، عضو اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع، المنسق العام للجنة ورئيس اللجان الفرعية، بخالص التهاني والتبريكات للقيادة الحكيمة بنجاح النسخة الأولى من معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017، مؤكدا أن هذا المعرض والمؤتمر يعد إنجازا كبيرا يضاف لسجل إنجازات البحرين في هذا المجال. أبارك لسيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى قائدنا الأعلى، وإلى سيدي سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام، وإلى سيدي العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة المنظمة العليا. هذا المعرض أعطانا خبرات كبيرة في تنظيم المعارض، في صناعة المعارض، في الخبرات المتبادلة بين الدول والمصانع. عرض أسلحة أول مرة تنعرض علينا، الحمد لله تمت صفقات في هذا المعرض ستعلن في حينها، والحمد لله بفضل الله هذا النجاح يعود لجميع كل بحريني محب لوطنه وترابه، وإن شاء الله نتطلع للمستقبل القريب في عام 2019 إن تكون هذه المعرض تطور نوعي دخلت فيه الأفكار الكبيرة بقيادة سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد.